وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبناه. ملفنا لهذا اليوم: ترامب الرئيس أم ترامب الجبهات المفتوحة؟ العالم العربي أو حتى بعضه بصفة أخص وبصراحة عليه أن يضع يده على قلبه إن صدق توجهات أعلن عنها ترامب خلال حملته الانتخابية، وإن بدأت مفتقرة إلى الجدية. ومن المفارقات العجيبة أن هذه التوجهات جاءت مسيئة للغاية بحق بعض الدول العربية تحديدا، بينما حملت نبرة تراجع عن الاتفاق النووي الإيراني في الوقت ذاته، وما هو كفيل بطمأنة الأطراف نسبيا أن حملة خلط الأوراق في الخطاب الانتخابي الرامي لحشد الأصوات لا تعمل في حلبة الواقعية السياسية التي ليس بوسعها كسر القواعد على المستوى الدولي. ثم تخيط ناظم لتطورات كبرى يشهدها العالم مثل صعود ترامب وقرار الانفصال لبريطانيا عن أوروبا الموحدة، ويتلازم هذا المنحى مع ظواهر التحول الجارفة في العالم ومنها التطورات العربية والإسلامية بشكل خاص بكل ما فيها من حروب وصراعات وحرائق، والشعور المتعاظم بتضخم الأزمات والفواجع التي تبدو في زمن الصورة والمشهد مرئية وأكثر قربا من أي وقت مضى. في الحقيقة يمكن اشتقاق علاقة بين حالة الغطرسة والحدة التي تميز بها ترامب خلال صعوده الانتخابي من جانب، وشعار إعادة المجد لأمريكا الذي رفعه خلال حملته من جانب آخر. السؤال هنا: جاء فوز دونالد ترامب ضربة موجعة لقطاع الاستطلاع وسبر الآراء في العالم. معضلة الاستطلاعات منحت هيلاري أفضلية كان لها دور بأن فوز كلينتون مضمون 100% حد من إقبال مؤيديها على التصويت لها. مع استعداد ترامب لدخول البيت الأبيض تكون الشقوق المعنوية بين أمريكا وأجزاء من العالم ومنها العربية خاصة قد تفاقمت. تم تخيط ناظم لتطورات كبرى يشهدها العالم مثل صعود ترامب وقرار الانفصال لبريطانيا عن أوروبا الموحدة. توجهات ترامب جاءت مسيئة للغاية بحق دول عربية محددة، بينما حملت نبرته تراجع عن الاتفاق النووي الإيراني. سنناقش هذا الموضوع بمحورين: المحور الأول، من مفارقات المشهد الانتخابي الأمريكي، هيلاري كلينتون راهنت على الفئات العمالية والفقيرة والأقليات، ولكن بدت عمليا ملتصقة بالنخبة التقليدية الحاكمة وتحظى بعوائد الثراء المليونية. دونالد ترامب استند في حملته على شرائح مستاءة من المستوى السياسي وقلقة على مستقبلها، علاوة على الفئات المتوسطة، وهذا رغم ثرائه الفاحش. وعليه الآن أن يعمل من داخل طبقة سياسية وإدارية في واشنطن العاصمة كان قد نعتها سابقا بالفاسدة. المحور الثاني، تجاوز ترامب مضامين وسائل الإعلام الأمريكية التي تقوم على الشحن والتعبئة في اتجاهات الإسلام فوبيا وتغذية المخاوف من المسلمين بصفة خاصة، وهي ورقة تكأت عليها حملة ترامب الانتخابية بوضوح طمعا في تحسين مكاسب الاقتراع يوم الثلاثاء الأعظم. سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من المفكر العربي الدكتور زهير سالم والدكتور أحمد كامل والدكتور بسام جعارة والدكتور أحمد فهيم. سنستمع إلى كل ذلك، ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. يحتاج العالم برمته قسطا من الزمن كي يستوعب حقيقة فوز شخص اسمه دونالد ترامب برئاسة أمريكا، وعلى أوروبا تحديدا أن تتعايش مع الصدمة والدهشة والزلزال وفق التعبيرات التي انطلقت في عواصمها بعد ظهور نتائج الثلاثاء الكبير. إنه ترامب الذي استبعدت التقديرات فوزه أساسا، فتم التهاون مع نبرته المشحونة بالكراهية والعنصرية والتصعيد اللفظي والوعيد المنطلق في اتجاهات متعددة. وبدءا من الآن سيحرص دونالد ترامب على الظهور في ثوب آخر نسبيا وبنبرة محسنة بعض الشيء عن المعهود خلال حملة الانتخابية المديدة، لكن السؤال هو إن كانت التحسينات المتوقعة شكلية أم جوهرية.
كان واضحا كيف اتبعت حملة ترامب منهجية استعمال الفزاعات وتأجيج المشاعر وإذكاء المخاوف والتلاعب بالعواطف وتوظيف العنصرية، وتبين للجميع أن هذا الخطاب الشعبوي فائق الجدوى في زمن القلق والتحولات. لكن المرجح أن تبقى هذه الأدوات جميعا خارج البيت الأبيض بعد أن تم استعمالها كجسر عبور إلى واشنطن العاصمة دون أن يقضي ذلك بصلاحية توجهات كهذه في الحكم. حمل الناخبون ترامب إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء الكبير، وإن تم هذا الدخول رسميا فإن فرضيات عرقلة تجربته لا يمكن استبعادها يوما ما، بمفعول فضائح مدوية أو ملفات مستترة مثلا، وقد يتم ذلك بأدوات قانونية وحملات إعلامية. فشخصية ترامب الغامضة وتشابكاته المريبة في عالم المال والأعمال تجعله قابلا للخدش والكسر وهدفا مفضلا لمحاولات التشهير والإسقاط. عبر خطاباته الانتخابية وتصريحاته المتشنجة، افتعل دونالد ترامب حزمة مشكلات لنفسه حتى قبل أن يبدأ عهده. مذهل هو عدد الجبهات التي فتحها سيد البيت الأبيض القادم في الداخل والجوار والعالم، فأشعل المخاوف من صعوده وبرز بوجه بغيض في بعض وسائل الإعلام العالمي، وهو ما فرض عليه إرسال تطمينات واضحة في خطاب النصر بعد إعلان فوزه. لن يعجز ترامب على المستوى الداخلي عن مد جسور العلاقات العامة مع بعض ممثلي الأقليات بمن فيهم المسلمون، لكن التقاط الصور مع أفراد منهم لا يشي بحقيقة السياسات التي سيتبعها، ولن يكفي لطمأنة الذين أثار خطابه الانتخابي حنقهم ومخاوفهم. وغالبا ما ستتم مواصلة استحضار وجوه محسوبة على الأقليات للتغطية الشكلية على الواقع. ورغم نجاح الحزب الجمهوري في السيطرة على مجلس النواب ومجلسي الشيوخ، فإن ذلك لا يعني أن الحزب سيتماسك خلف رئيس مشكوك في قدراته القيادية وفي رشد قراراته وفي حقيقة توجهاته. سيكون على ترامب الآن أن يمتثل لوعوده الكبرى والرمزية التي دفع بها في حملته الانتخابية، بما فيها تشييد جدار عازل على الحدود مع المكسيك تتكفل الأخيرة بتمويله، فضلا عن سحب استثمارات صناعية أمريكية منها. ومع ذلك لن تعجز إدارته عن إنجاز خطوات شكلية في هذا الصدد من قبيل بعض الترتيبات والتوافقات مع المكسيك مثلا، متحاشية الذهاب إلى إجراءات مؤلمة للأخير. نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من المفكر العربي الدكتور زهير سالم ودكتور أحمد كامل ودكتور أحمد فهيم، وسينضم إلينا لاحقا دكتور بسام جعار. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا. دكتور زهير، ألا ترى أن هنالك موجة يمين متطرف تجتاح أوروبا وسبقتها أمريكا بذلك الاجتياح؟ أي سنرى العديد من الترامبات سيجتاح هذه القارة الأوروبية والعالم الغربي بكامله؟ تحية لكم وتحية لضيوفكم الكرام ولمستمعيكم. في الحقيقة تقول العرب يداك أوكتا وفوك نفخ. الإعلام العالمي المسير من جهات مركزية، ونحن نتهم دائما ونشير بأصابعنا إلى الصهيونية، تعمل منذ مطلع القرن الحادي والعشرين أو أواخر القرن العشرين على تغذية هذه الروح، الروح العنصرية، روح العداء للآخر. دعني أقول بأن المجتمعات الغربية وبكل وضوح وعلى أساس تاريخ الأفكار هي مجتمعات حديثة على التعددية، على التعددية الدينية، على التعددية الثقافية، على التعددية العرقية. عمر التعددية في هذه المجتمعات لم يتجاوز قرن من الزمان. أنت قد تأتي إلى بلد مثل سوريا أو مثل العراق تجد فيه تشكيلة من أكثر من 30 أو 40 مكونا، دعني أقول يكبر أو يصغر ليس هذا هو المهم، والناس متعايشة ومتعايشة منذ آلاف السنين. أنا أتفهم مثلا على سبيل المثال أن يتشكل بلد مثل لبنان، مثل الأردن، مثل تركيا من 3 ملايين لاجئ، وأن تكون هذه بالنسبة إليهم قضية، ولكن أن تتشكل قارة مثل أوروبا من 100,000 لاجئ أمر مضحك، وأن تصبح قضية وعشرة آلاف
لاجئ سوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية تصبح قضية. أنا لا أتكلم عن السوريين كسوريين، أنا أتكلم عما سألتني عنه، هذه الروح التي تؤجج وتؤز العداء للآخر، أخذ لبوسا دينيا باسم الإسلام. كل الإعلام الآن جعلوا من تنظيم داعش والذي وليس أكثر من دمية من دماهم. نحن في الحقول عندنا في البساتين نعرف أن المزارع يصنع فزاعة ليطرد العصافير والطيور لكي تحسبها رجلا. هم صنعوا هذه الدمية، هم الذين منذ 6 سنوات ينفخون فيها ليخوفوا. ترامب لم يفعل إلا أنه استثمر في دعاية الديمقراطيين أنفسهم، استثمر في دعاية الأوروبيين أنفسهم الذين يخوفون من المسلم، من المهاجر، من الغريب، في فرنسا من المغاربة، في ألمانيا من الأتراك والأكراد. هذه المنهجية هي التي كما تفضلتم وجاء في تقريركم استثمر فيها ترامب. نعم، وحصد فيها ترامب. ترامب لم يراهن مراهنات اقتصادية، راهن على الوجود الأنجلوسكسوني في الولايات المتحدة. لذلك عاد كل هذه الذين ذكرناهم، عاد السود، عاد المسلمين، عاد المكسيكيين، وطرح شعارات كبيرة. لكن كل هذه الأقليات حتى لو كانت مجتمعة وموحدة، وهي مع الأسف ليست كذلك، لا تشكل شيئا إلى جانب النقاء الأنجلوسكسوني الذي يعتبر نفسه صاحب هذا العالم الذي اكتشفه والذي ضحى من أجله والذي أقامه. ما يقال وما يكتب في الدستور هو كلام للإنشاء، ما يقال عن الولايات المتحدة والشعوب المهاجرة هذا كلام للإنشاء. نحن نعلم من يحكم الولايات المتحدة بهذه الجرأة وهذه اللامبالاة التي يمتلكها رجل رأسمالي مثل ترامب. خاطب الأوروبيين ونظر إليهم هذه النظرة. ألم يقل وزير أمريكي سابق عن أوروبا بأنها أوروبا العجوز، وأن علي على الفرنسيين أن يشتغلوا بصناعة الجبن مع جورج بوش الابن يوم كان ذاهبا إلى حرب العراق؟ هذا هو المعنى، هذا هو المغزى الذي سار عليه اليوم ترامب واستثمر فيه وحقق هذا النجاح. طبعا الآن سنضع نقطة بعد هذا النجاح، لا أريد أن أقول كل شيء، لكن أقول سيقلب ترامب الصفحة. دائما نقول في عناوين ما قبل الانتخابات، أي انتخابات، أرمي نصفه بالبحر، أرمي ثلثيه في البحر. من كلام ترامب يمكن أن تقول أرميه في البحر ثم سيبدأ ترامب من جديد، كتاجر يعقد صفقة في سوق، ما يقوله في الصباح يختلف عما يقوله في المساء. نعم، ابقى معي دكتور زهير، مشكورا. ونرحب بدكتور بسام جعارة، اهلا وسهلا بك دكتورنا. نريد ان يعني لماذا هذا العجب وهذا الاستغراب؟ حتى وسائل الاعلام قبل يومين، وسائل الاعلام عريقه من الدرجه الاولى، كانت توجهاتها ان موضوع كلينتون هو محسوم للغايه، في حين انك تعلم بان هنالك شيء اسمه الدوله العميقه التي تؤز مضاجع الامريكان، وعلى ونقصد هنا على راسها السي اي اي والمجمع الانتخابي، هم من كان وراء هذا الرجل بترشيحه، واذا قرروا فانهم هم الذين يقررون وليس الشعب الامريكي. تفضل دكتور. يعني اسمح لي بعد التحيه لك لضيوفك الكرام للاخوه المستمعين، خليني اقول بكل وضوح، استطاع ونجح ترامب في دغدغه مشاعر وجيوب الأمريكيين. أقول مشاعر وأقول جيوب. هناك موجة يمينية في العالم، موجة عنصرية تجتاح العالم، وليس أمريكا أو أوروبا فقط. يعني اليمين الفرنسي رحب، اليمين الإيطالي يستعد لاستلام السلطة، اليمين بتشيك، اليمين العنصري مسيطر في المجر، قوانين ضد اللاجئين في كل مكان، هناك موجات عنصرية. واستطاع ترامب من خلال كما قلت دغدغة مشاعر وجيوب الأمريكيين أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة. هذا الرئيس الأحمق لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يقدم عليه بدون أدنى شك. مثل ما قال الأخ زهير، كل الوعود سوف تلقى في المياه، ولكن دعني أقول عند ترامب مشروع واضح، يريد نقل مكتب سمسرة العقارات
من مكتبه إلى البيت الأبيض. هو أطلق مشروعا خياليا تحدث عن تأمين ملايين فرص العمل، ويعتقد أنه يستطيع تمويل الأموال لها من خلال ابتزاز العالم كله بما فيه أوروبا. هدد بالانسحاب من الحلف الأطلسي، يريد من الأوروبيين أن يدفعوا له ثمن خدماته الأمنية، يتعامل مع دول الخليج كمحطات وقود يوفر لها الحماية. هو كاوبوي أمريكي بكل معنى الكلمة، وسيتعامل مع الجميع بهذه الروح. طبعا الأمر لن يكون كما أطلق من شعارات، هناك دولة بالأخير، هناك كونغرس، هناك مؤسسات أخرى سوف تحاول لجم خطواته، ولكن لن تستطيع منع حماقاته. ترامب في مكتبه العقاري خسر دفعة واحدة مليار دولار، والجميع يعرف ذلك. والسؤال، هل تتحمل أمريكا صدمة بحجم الصدمة التي تلقاها مكتبه العقاري إذا قامر في أي مكان في العالم؟ هو يمكن أن يلقي قنبلة ذرية على كوريا الشمالية، أكد لك تماما يمكن أن يفعلها. وقالها أوباما صراحة، من لا يؤتمن أو لا يستطيع أن يدير حسابه على تويتر لا يمكن أن يؤتمن على شفرة القنبلة الذرية، بمعنى هو سيكون المسؤول الأول. من المعروف أنه في السياسة الخارجية هناك هامش كبير للرئيس، بدليل ما فعله أوباما في القضية السورية، تجاوز جميع المؤسسات الأمريكية وقرر أن يكون مع بشار ومع إيران ومع روسيا. وأعتقد تماما أن القضية الوحيدة التي سيكون ترامب مخلصا لها هي قضية إسرائيل، واضح تماما لن يغير موقفه من إسرائيل. ولكن أعتقد أنه أن شره سيصيب العالم كله، ولكن الأهم من ذلك أنه سيصيب أمريكا قبل العالم. خليني أقول بكل وضوح، بدون أدنى شك أمريكا هي الدولة الأقوى في العالم، وهي الدولة العظمى في العالم، ولكن لا يستطيع ترامب أن يحول أمريكا إلى شرطي يبتز يعني الدول، يبتز أوروبا ويبتز دول الخليج ويبتز المكسيك، يطالب الجميع بدفع الأموال والأتاوي المالية. كما قلت هو كاوبوي، ولكن هل يستطيع أن ينفذ؟ أكد لك تماما لا يستطيع. هو يعيش في أوهام، رجل كاوبوي الأمريكي الذي يحمل مسدس ويبتز الآخرين ويطالبهم بالدفع، وإلا فإن القتل جاهز. هذا الأمر لن يكون على الإطلاق. في كل الأحوال أمامنا 10 أسابيع حتى تاريخ استلامه السلطة فعليا، والخطير يمكن أن يكون أول خطوة هي اعتبار جماعة الإخوان المسلمين مجموعة إرهابية، وبالتالي هذا مؤشر بأنه سيتعامل مع الجميع في سوريا كارهابيين. وكلنا نقول هذا الكلام، كلنا نقول تصنيف أي مجموعة يعني تصنيف بقية المجموعات. هناك مشروع قرار جاهز الآن، وهناك من يشجع على الدفع في هذا الاتجاه. ترامب يعتبر المسلمين أعداء حقيقيين، ويعتبرهم هم الإرهاب، ويعتقد أنه يستطيع إطلاق روسيا لتتولى مهمة القضاء على الشعب السوري بدلا من أن يدفع تكاليف مثل هذه الحملة العسكرية. ولكن هذه الأوهام سوف تسقط عند أول اختبار، بمعنى ليس كل ما تريد أمريكا يمكن أن تفعله على الأرض، يمكن أن تدفع أمريكا ثمنا باهظا بل أكبر من الثمن الذي ستدفعه بقية دول العالم. مرة أخرى أقول باختصار، نحن أمام رجل أحمق وعنصري لا يمكن تنبؤ بأفعاله أو بنتائج أفعاله مهما حاولت المؤسسات الأمريكية أن تلجموه. نعم، ابقى معي أستاذنا الكبير. ننتقل إلى الدكتور أحمد فهيم. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، ضيفا عزيزا علينا في البرنامج. الآن قد تكون المرة الأولى في التاريخ أن هنالك أحادية القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، رئاسة الدولة جمهوريين، مجلس الشيوخ يقوده جمهوريون، مجلس النواب يقوده جمهوريون، وبالمناسبة الجمهوريون معروفين أنهم هم صقور وهم يعتبرون
يجنحون نحو اليمين ومتطرفين، لأن السواد الأعظم منهم هم جنرالات متقاعدين من الجيش الأمريكي أو من أجهزة الاستخبارات. هل ألا ترى أنهم يمكن أن يتوجهوا بأمريكا إلى أي قرار طائش أو متطرف بوجودهم هم في كافة أماكن صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية الآن؟ نعم، مساء الخير على الجميع. أهلا وسهلا. الحقيقة لا أجد ما هو أسوأ الزمنية الماضية التي تزامنت مع إدارة الرئيس باراك أوباما. لا أظن أن هناك صدام حضاري على النحو الذي تنبأ به هينينغتون، أو نزعات عنصرية وإقليمية وطائفية ومؤامرات تحاك في الظلام كالتي كانت تجري خلال الفترة الماضية. يعني الفارق الآن أن هناك من يتحدث بكل وضوح ويعلن على الملأ على سبيل المثال ويقول أن أمن الخليج نحن لا نحفظ هذا الأمن بالمجان، عليك أن تدفع مقابل هذا الأمن، وهو كان يدفع بطبيعة الحال ولكن كان يدفع سرا ولا أحد يعلم عن هذه التفاصيل. في الحقيقة أن الفترة الماضية خلال السنوات الثمانية التي قفزت بها الإمبريالية الغربية والأمريكية على وجه التحديد على موجات الربيع العربي وسعت إلى شيطنة هذه رياح التغيير واستطاعت أن تستغل هذه يعني فلنقل التعمق أكثر وأكثر في جسم هذه المنطقة والتعمق أكثر في تفتيتها وفي تسخير مقدراتها لخدمة المشاريع الأمريكية الكبرى. في الحقيقة يعني فترة حكم الحزب الديمقراطي أو يعني فترة الفترة التي حكم بها الرئيس باراك أوباما كانت تمثل ذروة الانحدار الأخلاقي، وكانت هي الفترة التي يعني جرى خلالها تفتيت المنطقة وبرزت خلالها الحركات والميليشيات المسلحة الممولة أمريكيا، وبدأ الخطر الفعلي الخطر الوجودي يتهدد هذه المنطقة جراء السياسة الباطنية والمؤامرات التي كانت تحاك في الظلام سرا. قد أكون أقل تشاؤما أمام هذا المشهد المتشائم أصلا عندما أجد تغيير من حيث المبدأ، وهذا التغيير كان من خلال شخص يعني قد يعتبر من الأشخاص يعني الذين لديهم نزعة يمينية متطرفة نوعا ما، ولكن يعني أنا أقول لك بأنه خلال هذه الفترة القادمة ستكون أمور أوضح، وأعتقد يعني أن هذا التغيير كان أمر لابد من حدوثه في دولة تؤمن بالتعددية والتداول السلمي للسلطة. يعني نحن لا نملك كعرب إلا المفاضلة بين الأسوأ والأقل سوءا أو الأسوأ والأكثر سوءا. من وجهة نظري أن مهما كانت المرحلة المقبلة التي سيقودها هذا الرئيس الجديد لن تكون ببشاعة وبحجم الخطر الحقيقي الذي يتهدد المنطقة العربية في أعقاب دخول الدب الروسي على خط النزاع العالمي. أمريكا كانت يعني تعمل في الظلام وكانت بالفعل تفتقد لحالة التوازن المفترضة، وكانت روسيا هي في مقدمة المشهد. وفي الحقيقة أن العرب يعني في فترة من الفترات كانوا دائما ينتقدون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في قضاياهم المركزية و تدخل واشنطن يعني في القضايا العربية. عقب دخول روسيا على خط النزاع العربي وعودة هذا المعسكر الشرقي بتنا نلحظ أن العرب وتحديدا بعض دول الخليج تدفع باتجاه عودة اليد الأمريكية الطولة في المنطقة، لأن المستعمر هو المستعمر والأطماع الخارجية مهما كانت جنسيتها ومهما كان يعني اللسان الذي تتحدث به هي بطبيعة الحال أطماع، وهي وفي نهاية المطاف كل يبحث عن مصالحه. فعندما يتحدث ترامب الذي برع خلال مرحلة دعايته الانتخابية في يعني اللعب على أوراق معينة يعني
كان بالفعل يدغدغ المشاعر العنصرية لدى الشعب الأمريكي ويشتغل على الأمور المتعلقة بالجانب الاقتصادي. يعني حين وصل إلى هذه النقطة واستطاع سحب البساط من تحت المرشحة كلينتون في غمرة التوقعات بأنها هي من ستكسب الرهان، أنت هنا بطبيعة الحال أمام شخص ليس كما يظهر، يعني قد يفاجئنا بالعديد من القرارات والتوجهات التي لن تكون بحال من الأحوال أسوأ من الحقبة الزمنية الماضية. يعني موقفه من إيران لم يلتفت له الكثيرون، وهو موقف يعني أظن أنه مهم جدا في ظل ضلوع الجانب الإيراني بالعبث في هذه المنطقة والتشعبات والتفرعات الطائفية التي أدت إلى عنف مضاد وأدت إلى يعني فلنقل مواجهات طائفية ومذهبية تتهدد حاضر ومستقبل هذه الأمة. يعني موقف ترامب من إيران موقف ينبغي أن يحظى بترحيب عربي وخليجي على وجه التحديد، لأن إيران ليست إيران وحدها، الكل يعلم أن إيران لها امتداداتها في المنطقة ولها الأذرع والميليشيات التي تعمل لصالحها، وهي جزء ومحرك أساسي من هذا الصراع العنصري والطائفي الذي بدأ يجتاح المنطقة والعالم ككل. مسألة اللاجئين يا عزيزي، يعني الأصل أن لا يكون هناك لاجئين بطبيعة الحال في أي مكان حول العالم، الأصل أن لا يكون هناك نزاعات وحروب وقلاقل، وإن حصلت هذه النزاعات يعني هم يقولون أن المنطقة أولى بحل مشاكلها وأولى هي أن تستقبل هؤلاء اللاجئين، خاصة بعد أن نزح بعضهم إلى دول أوروبا واستغلت داعش والتنظيمات المتطرفة وجودهم في هذه الدول الأوروبية وقامت بإحداث بعض العمليات الإرهابية والمسلحة لغايات الإمعان أكثر وأكثر في تشويه صورة العرب والمسلمين وصورة اللاجئ وصورة يعني كل قضايانا المركزية. هذا الأمر استغل من قبل البعض يعني لغايات يعني الحد من ورقة التوسع بالنسبة للاجئين في الداخل الأوروبي والأمريكي. هم يقولون أن سكان المنطقة أولى بحلها ويتجاهلون أن هذه الدول العظمى هي التي تمتلك مفاتيح السياسة وهي التي كانت تمول الإرهاب والتطرف وكانت تصنع الميليشيات الانشطارية وكانت ضالعة يعني بكل وضوح في تعاظم النزاعات في المنطقة على قاعدة الفوضى الخلاقة التي كانت من ضمن أعلى البروتوكولات المعلنة وغير المعلنة للاستراتيجية الأمريكية العليا خلال الفترة الماضية. بالتالي يعني من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة هي فترة يعني محاولة لإعادة توطين اللاجئين يعني في داخل سوريا. أظن أن هذا الرئيس الأمريكي الجديد يعني سيعمل بالتحالف مع بعض الأطراف وتحديدا تركيا على إقامة منطقة عازلة في الداخل السوري، وجعل هذه المنطقة هي الملاذ الآمن للاجئين السوريين على وجه التحديد للحد من يعني هجرة وإعادة توطين اللاجئين في دول أوروبية وأمريكية أخرى. دكتور أحمد وصلت الفكرة، مشكور، ابقى معنا. نعود إلى الدكتور أحمد كامل. دكتور أحمد، لماذا البكاء على كلينتون؟ هنالك بعض الشرائح من الدول العربية تبكي على كلينتون. كلينتون متورطة والاستخبارات الغربية تعلم تماما، وبعض الاستخبارات العربية تعلم بأن كلينتون كانت تنوي ليس كان لها همان، الهم الأول إقامة دولة كردية على حطام الشعب السوري والشعب العراقي، والنقطة الأخرى هي زيادة النفوذ الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا والعراق واليمن والخليج العربي تحت مظلة الاتفاق النووي الأمريكي أو الأوروبي الإيراني. أنا لست من الذين يبكون على كلينتون، و طبعا لا على كلينتون ولا على أوباما ولا على ترامب أبدا. قلنا في هذا البرنامج عدة مرات أن أي تغيير سوف يكون طفيفا جدا، وقلت بالحرف الواحد أنه أقصى ما هو متوقع من كلينتون هو تغيير في الشأن السوري تحديدا، تغيير بنسبة 5-10%. وكلينتون على فكرة فازت في الانتخابات الأمريكية في التصويت الشعبي، صدرت الأرقام وهي فازت ب 59,900,000 صوت، بينما ترامب 59,600,000 صوت، تقدمت عليه ب 300,000 صوت. ولكن النظام الانتخابي الأمريكي شديد التعقيد يسمح بأنه شخص ما يفوز بالأغلبية الأصوات. المجمع الانتخابي، يعني أنت تقصد المجمع الانتخابي؟
المجمع الانتخابي، نعم، كما حصل مع بوش الجور ومع الجور. الجور كان متقدما في مجموع الأصوات ولكنه خسر الرئاسة، وكلينتون هي تقدمت في مجموع الأصوات ولكنها خسرت الرئاسة. بالنسبة لترامب، ترامب بدأ منذ اليوم يلحس بعض الكلام الذي كان يقوله. اليوم تم رفع خطابه هو، يعني صفحته وموقعه، رفعوا الخطاب الذي قال فيه بأنه يريد طرد المسلمين من أمريكا، ما عاد موجود من اليوم الأول. يعني وعوده تقريبا كلها لا يمكن تنفيذها أو متناقضة إلى درجة يستحيل تنفيذها. يعني وعد، هو قال تاني يوم بس أوصل للبيت الأبيض، تاني يوم بدي ألغي الاتفاق النووي مع إيران. هذا مستحيل طبعا، مستحيل، مستحيل جدا. إذا عمل الموضوع بعد أشهر وبعد سنوات بيكون بطل، ولكن أنه يلغيه تاني يوم هذا مستحيل. قال أنه من اليوم الثاني لدخول البيت الأبيض بده ينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهذا أيضا كتير صعب وما ممكن عمله بهذه السرعة، ويمكن لا يمكن عمله أصلا. كلامه اللي ضد إيران ومع روسيا كمان في الشأن السوري يستحيل أنه يزبط. كيف ممكن تكون أنت في الشأن السوري ضد إيران ومع روسيا؟ صعبة، صعبة كتير. بده يتخلى عن واحدة منهم أو بده يحكي كلام آخر. أنه هو مع تركيا، مع علاقات جيدة مع تركيا، وبنفس الوقت مستشاره، على فكرة مستشاره في الحملة الانتخابية، قال بأنه هو مع أنه الأقليات تنتهز هذه الفرصة الممتازة للاستقلال، الأقليات في سوريا والعراق، هكذا قالها بالحرف الواحد مستشاره لشؤون الشرق الأوسط. فهذا كله كلام متناقض. أنت ما ممكن تكون مع الأكراد ومع الأتراك، في تناقض جدي في الموضوع. ما ممكن تكون في سوريا مع إيران ومع أمريكا، مع إيران ومع روسيا عفوا. الكلام اللي قاله يفترض أنه كله خلاص ينكب. الآن سوف يبدأ كلام جديد، والمعيار والمقياس الأساسي، المقياس الأساسي رح يكون المؤشر الرئيسي في الحكومة. إذا كانت حكومة كما يقول البعض أن سوف تكون من رجال أعمال، بيكون كلام صديقي الغالي بسام جعارة صحيح، من أنه بده يحول مكتب عقارات إلى البيت الأبيض. في أسماء الآن تتداول بأنه بده يحط يعني وزير دفاع ووزير خارجية ووزير مالية ووزير داخلية، خاصة وزير الداخلية، بده يحطه واحد صديقه ملياردير مثله، تاجر مثله، بده يحطه وزير داخلية. فإذا كان فعلا، بس نشوف الحكومة تبعه، إذا كان فعلا هذا الكلام صحيح، بنكون نحن داخلين على عصفورية فظيعة، يعني فظيعة تماما. أما إذا كان العصفورية بالمصطلح الحلبي هو مستشفى الأمراض العقلية، أما إذا كان الحزب الجمهوري هو الذي حكم، هو الذي فرض رأيه، وهو عنده أدوات الحزب الجمهوري، هو موجود في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، عنده أدوات جيدة يعني بمواجهة ترامب. أما إذا حكمت آلة الحزب الجمهوري فقد تكون الأمور أقل سوءا. بكل الحالات نحن أمام تحدي إضافي كبير، أمام رئيس أحمق، أمام رئيس عنصري، وأمام رئيس أسوأ ما شيء فعله ترامب حتى الآن هو أنه جعل العنصرية، التفوه بالعنصرية، شيئا مشروعا وعاديا في أمريكا. هذا أسوأ شيء فعله. الأمريكي كان يستحي شوي، كان يعني خاصة في العصور الديمقراطية يعني شوي هيك يتحفظ على أن يقول ما في قلبه. الآن ترامب قال له للأمريكيين طلعوا اللي بقلبكم وما تخافوا. ولازم يعرفوا السادة المستمعين أنه نسبة البيض في أمريكا 70%، فهم الأغلبية وهنن اللي صوتوا له بالدرجة الأولى لسيد ترامب،
وعدد اللاجئين السوريين اللي خايف ومرعوب فيهم، طبعا هذه كذبة، عددهم بالضبط 32,369 لاجئ سوري. أمريكا فيها 32,000 لاجئ سوري، يعني في قائمة الدول التي تستضيف لاجئين سوريين تقريبا هي في الآخر، في الآخر في الدرجة 40 أو 50. و32,000 لاجئ في أمريكا يعني لا شيء. في بأمريكا 32,000 مدينة، يعني كل مدينة فيها واحد، شيء لا يذكر أبدا، وهي مجرد فزاعة، مجرد كلام للدعاية، مجرد كلام المرشح. ولازم ما ننسى شيء أساسي، آخر قرار، آخر اتفاق، آخر مصيبة عملها أوباما كانت الاتفاق حول حلب، اتفاق تبادل المعلومات ما بين روسيا وأمريكا، المخابرات الروسية والأمريكية، وهذا القرار منع أوباما من تنفيذه، منع، منعته CIA ومنعته وزارة الدفاع، منعته المؤسسة العسكرية والمؤسسة. لماذا منعته؟ ألم يجفف الحنفيات بوجه الشعب السوري؟ نعم، ولكن هذا يمس المصالح الأمريكية. فإذا بس حتى أقول إنه الحماقات في إلى حدود، في إنه أمريكا في عندها ضوابط، في مؤسسات أمريكية تضبط. حتى أوباما في آخر أيامه بعد أن وقع اتفاقا علنيا وتحدثت كل الناس عنه، كان رئيس المخابرات وكان رئيس الجيوش الأمريكية علنا ينتقده ويقول له لا لا، وما نفذ القرار، وما نفذ قرار أوباما واتفاقه مع بوتين. فالحماقات اللي بده يعملها، إذا كان تخيلنا أنه ترامب بده يروح بكرة لأحضان بوتين، ما بتوقع يكون الأمر سهل. في كتير جهات في أمريكا ممكن تقول له لا، ولا يعني لا، مو مزح، مو مزح، بدليل هذا الاتفاق اللي كان حول حلب قبل أسابيع قليلة. فإذا بالمختصر، نحن أمام تحدي جديد يجب أن نواجهه بتقوية أنفسنا، وليس أن نبقى ننتظر أن يأتي رئيس أمريكي على كيف نصر لنا. أنا من يوم ما ولدت وأنا عايش الانتخابات الأمريكية بقوة، يعني في كل انتخابات الوسط اللي حوالي، في الأسرة، في الشارع، في البيت، في وسائل الإعلام، في كل مكان، كله منتظر شيء من الانتخابات الأمريكية. وهذا هو الغلط الأكبر، إنه نحن نتأمل من أمريكا. يجب أن نعتمد على أنفسنا، يجب أن نعتمد على أنفسنا، يجب أن نستفيد. هناك فائدة واحدة من الانتخابات الأمريكية، واحدة ووحيدة، هي التي تقدم لنا نموذجا من أن انتخاب الحاكم وتداول السلطة سلميا هذا هو الذي يعطي الدول قوتها، هذا العنصر الأساسي في القوة. هذا الشيء المبهر، مبهر جدا ورائع جدا في أمريكا. 45 رئيس في 226 سنة، 226 سنة ما في عندهم مشكلة تداول سلطة، ونحن 12,000 سنة وما عرفنا نحل هذا الموضوع. في هذه النقطة هذا شيء إيجابي جدا، لازم ما ننسى، لازم نشوفه بعيننا بعيون، إنه نحن ما عم نعرف نحل هالمشكلة اللي هن نحلوها، وهي سبب تقدمهم، هي سبب قوتهم، الباقي كله سلبي. إنه لازم نعتمد على أنفسنا قطعا، وما نتأمل شيئا من الإدارات الأمريكية المتعاقبة. مشكور، ابقى معي دكتور أحمد. ننتقل إلى دكتور زهير. دكتور زهير، ما فائدة الانتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية إذا كان المجمع الانتخابي، وهو جزء لا يتجزأ من الدولة العميقة الخفية داخل الولايات المتحدة، هو الذي يحسم بالنهاية؟ لماذا لا يأتون من نهايتها، أي أنهم يتركون الشعب ويتوجهون بهؤلاء إلى المجمع الانتخابي، وبالتالي هم يحسمون أمرهم إذا كانت الزيادة والنقص لا تؤثر شيء، والشعب ليس له أي كلمة تذكر في الانتخابات كما رأينا وسمعنا عن الجور وهذه كلينتون؟ يعني أنا لا أظن أن الأمر بهذه البساطة. المجمع الأمريكي هو نظام انتخابي يعتمد في الحقيقة بالنهاية على آراء الشعب الأمريكي. قد يكون هناك نوع من أنواع إعادة النظر أو التغير في أوزان الولايات التي تعطى لكل ولاية في احتساب أصواتها في المجمع، لكن الحقيقة كما كان يقول الأخ أحمد، هناك نظام واضح المعالم متوافق عليه الأمريكيون،
ولا أظن الأمريكيون عندهم مانع في منهجهم الديمقراطي. نحن الآن لا نريد أن نقول يعني نظرية المؤامرة، أن نقول إنه ما حصل في الولايات المتحدة هو مؤامرة كما يحصل عندنا في كل انتخابات. لا، هذه انتخابات أمريكية تجري وفق نظام متوافق عليه، وقد أدى هذا النظام الديمقراطي، قد يكون فيه عيوب أنا لا أقول هو نظام معصوم، الأمريكيون متوافقون عليه وهو قابل للمراجعة عندهم، ولكن لا أحد يستطيع أن يقول بأن ما جرى إذا أخذناه بهذا المقياس يعطي نتيجة وبهذا المقياس يعطي نتيجة. هذا يحصل في كل النظم الانتخابية الديمقراطية في العالم. نحن الآن أنا أريد أن أركز على نقطتين مهمتين. تفضل. الأولى تعليقا على بعض ما سمعت، يعني المهم في خطابنا وفي تحليلاتنا أن لا نكون انتقائيين، وفي هناك مصطلحات يأتي بها الزمان ثم يذهب بها الزمان، ولا نظن يعني مثلا كثير من المعلقين السياسيين كوندوليزا رايس وإيش بسموها هذه الفوضى الخلاقة، موضوع هذا الموضوع التي طرح مع احتلال العراق في أيام بوش الابن، وهذا نسخ يا أخي مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط سحبته الولايات المتحدة أو الإمبريالية الأمريكية كما يستخدم البعض. مجرد ما جربوا تجربة انتخابات حماس في غزة وفلسطين، نحن كنا نتابع الغرب يشجع حماس على أن تنخرط في العملية السياسية، وكانت حماس ترفض، ولكن مجرد ما دخلت حماس العملية الديمقراطية وشعروا أن هناك صوتا في الشارع الإسلامي في الشارع العربي لا يناسبهم مخرجاته، لفلفوا المشروع وسحبوه ولم يعد قائما. يعني مصطلحات الحرب الباردة، يعني الآن هل بوتين محسوب على الإمبريالية العالمية ولا محسوب على الشعبوية والبلوتاريا في العالم؟ يعني بأي مقياس نناقش الأمور؟ في الحقيقة كثير من الأمور التي طرحت الثورات العربية لم تكن لا من صناعة الإمبريالية ولا استغلتها الإمبريالية. الإمبريالية إذا أنا أردت أن أفسرها الآن في مصطلحات القرن الحادي والعشرين هي التحالف الروسي الأمريكي الذي يعمل معا من تحت الطاولة، هذه هي الإمبريالية اليوم، وهي بكل بشقيها عادت ثورات الربيع العربي. لا أمريكا أيدت ثورات الربيع العربي لا في سوريا ولا في غيرها، ولا روسيا أيدت ثورات الربيع العربي لا في سوريا ولا في غيرها. هناك تعاون وثيق لاحتواء هذه الثورات، ولكن ربما هناك خلاف في طرق الاحتواء في بعض الجزئيات، أحيانا ربما يكون الخلاف في كرواتيا وتظهر ثمراته في سوريا، هذا كلنا نعرفه وكلنا نعايشه. وبالتالي أنا أرجو عندما نحلل أن نحلل بمعطيات الأيام التي نعيشها. الآن أنا أريد أن أخذ نقطة إضافية ثانية، ولا أريد أن أترك الفرصة لإخوتي الكرام. تفضل. الحقيقة أنا الذي أعجبني في كل المواقف، طبعا أنا لست محسوبا على إيران بأي شكل من الأشكال، الموقف الإيراني. كيف؟ المواقف العربية كل واحد تعظيم سلام للقادم الجديد إلى البيت الأبيض. الإيراني بكل ثقة ماذا قال؟ سننظر ثم نتخذ الموقف. هذا كلام عقلاء، بغض النظر عن موقفنا من إيران، وبغض النظر عن أنه الإيران بيذبحونا وبيقتلونا وبيشردونا وبيفعلوا فينا، قال سننظر ثم نتخذ الموقف. أما أنا إنسان قادم وقد أصدر 60 خطاب، أنا لا أريد للعرب أن يأخذوا قرارهم على ضوء ما سبق لترامب أن أعلنه في دعايته الانتخابية ضد العرب والمسلمين، ولا أريد منهم أيضا أن يضربوا له تعظيم سلام من أول لحظة من عند السيسي ونحن ساحبين، وإنما أن ينتظروا أن يقولوا كلام عاقل، نحن سننظر ماذا سيفعل السيد ترامب بخطابه السابق، ما هي عناوين سياسته القادمة، ونتمنى أن يكون موقفه معتدل ومتغير كذا وكذا، وعلى ضوء ذلك سنتخذ موقفا. أما أن نوزع مواقف مجانية ب
بتقديم التحايا والسلامات والتمنيات بالطريقة العربية العشائرية في مضرب بيت الشعر التي تعودنا عليه. أنا أقول هذا والله يا أخوان، يعني الشعوب العربية متعبة، وعندما تستمع إلى هذا من كبارها ورؤسائها وزعمائها الذين تنتظر منهم موقفا يعني يدعم وجود الذات العربية الآن التي تشعر بالانهيار، أقول يحتاجون إلى من يدعم، من يحقق للذات العربية وجودها، يعني يسوءهم أن يروا أن برقيات بدأت تتطاير ذات اليمين وذات الشمال، كل واحد بده يلمس خاشية ترامب، مع أنه أنا استمعت إلى الموقف الإيراني، قالوا سننظر ماذا سيفعل ثم سنتخذ موقفنا على ضوء ذلك. أنا لا أستطيع أن أقول، مع أنه إيران عدوة وإيران محاربة وإيران ظالمة وإيران تقتلنا في سوريا كلها، ولكن لا تستطيع أن تقول هذا كلام شخص يبحث عن مصلحته، كلام غير عاقل. نحن ندرك أن ترامب يبحث عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لا يبحث فقط عن مصلحة، يبحث عن الإضرار بمصالح الآخرين. هو جعل من شعاره الإضرار بالآخرين ولا سيما العرب والمسلمين والسوريين، ذكروا أكثر من مرة. هذا الإضرار بحد ذاته هو مصلحة أمريكية. على ضوء هذا ينبغي لهذه الأمة إن كان فيها رجل رشيد الحقيقة أن يتعامل بهذه العصامية. نحن سننظر في سياسات ترامب، في مواقف ترامب، وهذا قاله بعض الأوروبيين أيضا، وهذا كان سيعزز موقفنا، ثم نتخذ الموقف الذي نراه مناسبا. أكتفي بهذا وجزاكم الله خير. أبقى معي دكتور زهير وننتقل إلى دكتور بسام. الآن هنالك من يقول بأنه ليس هنالك صحيح على الإطلاق ما تتداوله أو ما صرح به هو هذا الرجل أن علاقته مع روسيا ستكون سليمة، مع العلم أن الصين وروسيا تبارك هذا الرئيس الجديد، لكن ما هناك من يقول أنه لن يكون هنالك علاقة حسنة بينه وبين الروس. يعني اسمح لي أقول شعاره الأساسي هو أمريكا قوية. أمريكا قوية تعني ليس تحالفا مع روسيا، يعني كان الجمهوريون طيلة الفترة السابقة كانوا يعيرون ويعيبون على أوباما أنه ارتمى في أحضان الروس وأنه سلم المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط إلى روسيا. ولا أعتقد بأي حال من الأحوال أن ترامب سيكون حليف لبوتين. قلت في المسألة السورية وهذا ما أعتقده تماما، أنه سيفوض بوتين بارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بأموال روسية لمصلحة أمريكية أيضا، بمعنى لو يريد هو كسمسار أن يدفع تكلفة الحرب في سوريا، وسوف يشجع بوتين على ارتكاب المجازر. هذا ما أعتقده تماما. طبعا هذا الأمر لا يمكن أن نسلم به بشكل مطلق كما قلت، من الآن حتى 20 يناير القادم موعد استلام السلطة، ستشكل هيئة من المستشارين، سوف تشكل الحكومة، سوف نعرف من سيحكم. على سبيل المثال أبرز المرشحين للخارجية الأمريكية هو بولتون، وهو من أهم من أشد أعداء موسكو على الإطلاق، يميني صهيوني عفن. وبالتالي لا نستطيع التنبؤ كما قلت بأقوال وتصريحات رجل أحمق بحجم ترامب. مرة أخرى أقول هو ضد الجميع، ليس مع أحد، هو ليس مع إيران ولكنه ليس مع العرب. يعني حتى السيسي اللي ما نام بالليل ليتلفن لترامب، يعني ماذا يستطيع أن يفعل له ترامب؟ هل سيعطيه الأموال؟ بأكد لك لا. ترامب يتصرف كسمسار، يريد أن يسرق الجميع، حتى المي اللي قال السيسي ما موجود غيره تلاشته، حتى المي يمكن يسرقه ترامب. اللي بدي أقوله دعونا ننتظر، ولكن الأهم أن كذبة أن أمريكا صديق للشعب السوري، هذه الكذبة يجب أن تنتهي. بعتقد عهد التقية انتهى مع نهاية ولاية أوباما، والكذب والخداع يعني اللي استمروا طيلة السنوات الماضية بعتقد انتهوا. الآن نحن أمام إدارة جديدة، يجب أن نتخذ مواقف كما قال الأخ زوير على ضوء مواقف هذه الإدارة من قضية شعبنا.
نعم، الشكر موصول للأستاذ الدكتور زهير سالم والدكتور بسام جعرة ودكتور أحمد كامل ودكتور أحمد فهيم. كان معي من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل المشهور الحنيطي. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم ونشكر لكم حسن المتابعة. في رعاية الله نترككم، وإلى لقاء يجمعني بكم هذه أغلى أمنياتي. عم تسمع راديو أورينت.